وكان حروفه بالعسجد. أيها الحفل الكريم، خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت الأخ المجاهد الأخ أبو أحمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله، نصر من الله وبشر المؤمنين. وأخرى تحب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. آمنت بالله صدق الله العظيم. على نية الفرج والنصر الفاتحة. الله أكبر يا عرب نهدت البلاد، حيه على الشهاد وعلى الجهاد. الله أكبر يا عرب نهدت البلاد، حيه على الشهاد وعلى الجهاد. بالعز الإيمانية والغيرة والحامية، بالعز الإيمانية والغيرة والحامية، مانية ولدانية يا هنا الأمجاد، المانية ولدانية يا هنا الأمجاد. الله أكبر يا عرب نادت البلاد، حيه على الشهاد وعلى الجهاد. سوري العز
تنادي وين الأحرار بدنا نقضي عالظلم والاستكبار سوري العز تنادي وين الأحرار بدنا نقضي عالظلم والاستكبار يلا إخوان الثوار يلا هبوا مثل النار يلا إخوان الثوار يلا هبوا مثل النار بدنا نوحد القرار لا نرضي رب العباد الله أكبر يا عرب نادت البلاد يو على الشهاد وعلى الجهاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد يو على الشهاد وعلى الجهاد حمص العادي تنادي وين الغارة نرجم السيد خالد الإشارة حمص العادي تنادي وين الغارة نرجم السيد خالد الإشارة إيه والغير يهل الهم والعذارة والغير يهل الهم للعذارة دمي ودمك يا خيي في ذا البلاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد أيه على الشهاد وعلى الجهاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد أيه على الشهاد وعلى الجهاد داري الحرة تصرخ وتستغيث انت يا رب العز انت المبيد داري الحرة تصرخ وتستغيث انت يا رب العز انت المبيد الله يلعنك يا ابليس انت وبشار الخاسيس الله يلعنك يا ابليس انت وبشار الله يلعنك يا ابليس انت وبشار الخاسيس الله يلعنك يا ابليس انت وبشار الخاسيس لك اتباع وبتروح الطيس وحاج للشعب استبداد الله اكبر يا عرب نادت البلاد حيوا على الشهاد وعلى الجهاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد حيوا على الشهاد وعلى الجهاد محمد يا محمد يا نبينا انت قائدنا رغم الظالمين محمد يا محمد يا نبينا انت قائدنا رغم الظالمين يالله أحباب الرسول شد الهم إلى الوصول يالله أحباب الرسول شد الهم إلى الوصول سيروا عخط الرسول حتى نحرر البلاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد حيوا على الشهاد وعلى الجهاد الله أكبر يا عرب حي على الشهاد اكو الصحابي يا سيادي انتو الفخار ابو بكر الصديق وعمر المغوار والصحابي يا سيادي انتو الفخار ابو بكر الصديق وعمر المختار عثمان وعلي الابرار حمزه يا اسد الديار عثمان وحمزه الابرار حمزة يا أسد الديار وين الغارة وين النار لا حتى نمحي الأوغاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد حيوا على الشهاد وعلى الجهاد الله أكبر يا عرب نادت البلاد لك حيوا على الشهاد لك ابن الأسد يا ظالم ويا غدار تظلم أهل سوريا وكلهم أحرار ابن الأسد يا ظالم ويا غدار تظلم أهل سوريا وكلهم أحرار لك ابن الأسد يا ظالم ويا غدار تظلم أهل سوريا وكلهم أحرار ابن الأسد يا ظالم ويا غدار لك يالله قرر لنفسك آخر قرار يالله قرر لنفسك
نفسك آخر قرار، احمل شبحتك واطلع برا لبلاد، الله أكبر يا عرب نادت لبلاد، حيوا على الشهادة وعلى الجهاد، الله أكبر يا عرب نادت لبلاد، حيوا على الشهادة اركب العز الإيمانية والغيرة والحامية، بالعز الإيمانية والغيرة والحامية، مانية ولدانية يا هنا الأمجاد، المانية ولدانية يا هنا الأمجاد. أخي في الله أخبرني متى تغضب؟ إذا انتهكت محارمنا، إذا نسفت معالمنا ولم تغضب، إذا قتلت شهامتنا، إذا ديست كرامتنا، إذا قامت قيامتنا ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ إذا نهبت مواردنا، إذا نكبت معاهدنا، إذا هدمت منازلنا، إذا قطعت طرائقنا، وظلت أرضنا تغصب ولم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ عدوي أو عدوك يهتك الأعراض، يعبث في دمي لعبا، إذا لله للحرمات للإسلام لم تغضب، فأخبرني متى تغضب؟ رأيت هناك أهوالا، رأيت الدم شلالا، رأيت رجالا شيعوا للموت أطفالا، رأيت القهر ألوانا وأشكالا ولم تغضب، فصارحني بلا خجل لأية أمة تنسب. أيها الحفل الكريم، كلمة تجمع شباب قارة يلقيها المنسق العام للتجمع، فليتفضل مشكورا. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قائدنا خلافة سيدنا محمد، قائدنا خلافة سيدنا محمد، قائدنا خلافة سيدنا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الصلاة والسلام على قائدنا إلى الأبد سيدي أبا القاسم محمد، هو خير الناس وأجمل الناس وأشجع الناس، نقلنا من أحقر الناس إلى خير أمة أخرجت للناس. السلام على الشهداء، قوم ماتوا لنحيا وليسوا بميتين، وفنوا لنبقى وهم أحياء عند ربهم يرزقون. السلام عليهم وعلى ذويهم وعلى أهليهم، والسلام على الأحبة، أبناء الأحبة، أبناء الشهداء، هم نور العيون. والسلام على المقاتلين المجاهدين الصابرين الصامدين، نحن طلبنا الحرية ونحصل عليها بسواعدكم، وطلبنا الكرامة وننالها بأكفكم. السلام على الجباه الشامخات المسمرات حرا وبردا، السلام على الأكف القابضة على الزناد جهادا. نحن باسم تجمع شباب قارة نقول لكم أيها المقاتلون المجاهدون، لكم جميعا منا جميعا
قبلة على الجبين. لكم جميعا منا جميعا قبلة في بطن اليمين. السلام عليكم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سيابت سيدنا محمد قائدنا سيابت سيدنا محمد قائدنا سيابت سيدنا محمد. يا شاهد ارتاح ارتاح يا شاهد ارتاح ارتاح. والله لا نكف الكفاح والله لا نكف الكفاح. يا حسام ارتاح ارتاح يا حسام ارتاح ارتاح. والله لا نكف الكفاح والله لا نكف الكفاح. يا حسام ارتاح ارتاح يا حسام ارتاح ارتاح. والله لا نكف الكفاح والله لا نكف الكفاح. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايها الحفل الكريم، إن حصاد الدم هو الاستقلال، وإن الشهادة خير بألف مرة من حياة يذلنا فيها العبيد. إن الهرة إذا حبست انقلبت لبؤة، والبركان إن سدت فوهته كان الانفجار، والشعب إن استذل ثار. فالنار ولا العار، النار ولا العار، النار ولا العار، وللشهداء عقبى الدار. وستردون أيها المعتدون إلى الله الملك الجبار. إن الشك بالنصر هو شك بالنفوس وشك في وعد الله. فها هو ذا السلاح في أيديكم، فاستكملوا إيمانكم واستعينوا بربكم، فإنكم غالبون. نعم أنتم الغالبون ما دمتم مع الله، والنصر لكم ما نصرتم الله وحاربتم لإعلاء كلمة الله. أيها الحفل الكريم، كلمة رجال الدين في مدينة قارة يلقيها الشيخ الفاضل محمد العطا، فليتفضل مشكورا مشفوعا بالصلاة على النبي. تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قائدنا نيابة سيدنا محمد قائدنا نيابة سيدنا محمد قائدنا نيابة سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المجاهدين وعلى آله وصحبه الغر الميامين. تحية للمجاهدين الأحرار، تحية إعجاب وأكبار. من ذا الذي رفع اسمك فوق النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا. بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا. كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا ترجو جوارك مغنما وجوارا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة، لا يشك أحد أن الله فرض علينا الجهاد فرض عين. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا آية القرآن. هيا فهبوا للجهاد وهللوا، بجهادكم ترض الإله وتأملوا، وتعيد أرضا قد رواها قبلنا أجدادنا بدمائهم فتأملوا. والظالمون مصيرهم لجهنم، لا تحسبن الله عنهم يغفل. بالأمس كنا سادة في أرضنا، لكننا كنا بدين نعمل. واليوم ضاعت أرضنا وبلادنا لما تركنا ديننا فتأملوا. إن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب،
والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. نعم، إن العزة لله جميعا. العزة كل العزة تكمن في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى تعودوا إلى دينكم. أيها الإخوة، ندب الله هؤلاء الفئة العصبة المؤمنة للجهاد بشكل عام بكل أشكاله: جهاد العلم وجهاد المال وجهاد النفس، وخصصه بجهاد القتال، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الأخوة، إن شبابنا تقطع، إن أطفالنا تمزق وتقطع بالسواطير، من لهم؟ أنتم لهم يا أشبال، يا أحفاد خالد وصلاح الدين وطارق، هؤلاء الأبطال، من يلبي نداء المستغيثين؟ نعم، يلبي هؤلاء الأشاوس الأكابر، هؤلاء الذين نزلوا أنفسهم لله عز وجل، ملبين قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمة أهلها، قرية اللعين، فشار الفسد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. أيها الأخوة، احرصوا جيدا، النصر قادم والفرج قريب. إيانا أن نتخلف عن الجهاد. كلمات أخيرة وآيات نقدمها لإخوتي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا توليهم الأدبار، ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. النصر قريب، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. آخر كلمة أقولها للعين: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، وأشكر أخي الحبيب قائد هذه الدورة ومعاوني، وأشكر جنوده، وأنا مستعد أن أكون أصغر جنديا من هؤلاء الإخوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بالأمان سيدنا محمد وعدنا، بالأمان سيدنا محمد وعدنا، بالأمان سيدنا محمد. أيها الحفل الكريم، تقديرا منا لقيمة الشهادة وأحياء لذكرى الشهيد التي أحياها الله وأبقاها خالدة في أعلى عليين، وعهدا منا نحن شباب قارة على المضي على نفس الدرب الذي سلكه من سبقنا منا من شباب ورجال قارة، وأولهم الشهيد الحي بإذن الله تعالى الشهيد حسام المطيري، الشهيد الأول في مدينة قارة. فقد قررنا نحن في هذه الدورة متدربين ومدربين وقيادة أن تسمى هذه الدورة، بل أن تشرف بحمل اسم الشهيد الأول في قارة الشهيد حسام المطيري. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ونريد إذا تكرموا آل الشهيد أن يتحفون بكلمة، فليتفضلوا. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله القهار المذل لأعدائه المنتصر لأوليائه يا أرحم الراحمين بك نلوذ وعليك نتوكل، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين سيد المجاهدين إلى يوم الدين، الذي قال عنه سيدنا علي: إذا حمي الوطيس كنا نتترس برسول الله. فكان في المقدمة صلى الله عليه وسلم وهو يقول في المعركة: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. نضر الله هذه الوجوه الخيرة، اللهم انصر هذه الوجوه، اللهم أنلها ما تنام ما تريد وما تبتغي من نصر وسدد ونصرة لدينك يا أرحم الراحمين، ودفاعا عن مقدساتك وعن حرماتك التي انتهكت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. لقد أوصاني أهلي وأحبائي أن أقتصر الكلام، فكيف أقتصره والحديث ذو سجون 50 سنة من يوم أتى هذا المجرم واعتلى سدة الحكم واغتصب سوريا 50 عاما يحارب الله ورسوله والمؤمنين؟ لا تعلو للإسلام كلمة، لا يا رايا لا كلمة. أول ما يأتي المجند إلى المعسكر يخرج عليه ضابط الأمن فيقول له: الصلاة ممنوعة. والرسول يقول: الصلاة عماد الدين، من تركها فقد هدم الدين ومن أقامها فقد أقام الدين. حارب الله، قال ذلك المجرم: لا حياة في سوريا إلا للإشتراكية. ماذا يبغي ذلك؟ أي للإسلام لا مكان في هذه البلاد الطيبة التي بارك الله فيها وبارك بها رسول الله وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 50 عاما يريدون يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. أيها الإخوة، الجهاد سنام الإسلام وماض إلى يوم القيامة. رغم أنف المشركين، رغم أنف المتآمرين الملحدين، رغم أنف كل من يريد يطفئ نور الله، وقال والحمد لله في أول الثورة أول من قام بالكلمة بالمظاهرات يرفع الشعار لا إله إلا الله، وكلهم يقول: ما لنا غيرك يا الله وفي سبيل الله. وسميت عروس القلمون عن جدارة. ثم بعد ذلك لم يرد النظام الظالم المجرم أن يحلها سلميا، فقابل المتظاهرون كما تعلمون بالرصاص وبكل أنواع القهر، فاضطر الشعب ليدافع عن دينه وعن أرضه وعن عرضه أن يحمل السلاح. ونخص بالذكر والاحترام والتقدير للذين انشقوا عن هذا النظام المجرم من ضباط وعناصر، لهم من الله الجزاء الأوفر. لا نستطيع أن نقدم لهم إلا أن ندعو الله النصر لهم والسدد والحفظ والسلامة، وأن ينالوا ما يبتغون وما ساروا من أجله أجمعين. يا أخي المجاهد، اجعل جهادك لله ولنصرة دينه ولعزة أوليائه وإقامة شرعه، لا لغرض دنيوي. يحدثنا التاريخ
أن سيدنا عمر بعث جرير بن عبد الله في سرية للغزو، فاشترط عليه جرير: يا أمير المؤمنين، لي الربع من الغنائم، انتصر. قال: لك الربع. وفعلا انتصر وغنم غنائم لا تعد ولا تحصى. فاشترط على القادة والمجاهدين معه أن له الربع، وقال عمر: أمر لي بذلك. ولكن بعض القادة أنكروا ذلك وبعثوا يستفسرون من عمر: أصحيح أمرت له بربع الغنائم؟ فقال عمر: نعم، ولكن اسألوا جرير هل خرج ليقاتل في سبيل الغنائم أم خرج لينصر دين الله وفي سبيل الله؟ فندم على ما فعل جرير وقال: صدق عمر، تخليت عن كل الغنائم وأريد ألتئ من فضل الله والثواب من عند الله، وما خرجت إلا لله سبحانه وتعالى. لكم الشكر والتقدير يا أيها المجاهدون في سبيل الله ضباطا وعناصر، وأنتم أيها الشباب أمل الأمة للدفاع عن كرامتها وعن دينها وعزتها، فاجعلوا جهادكم في سبيل الله إن شاء الله. ويقول لنا التاريخ أن سيدنا المجاهد العالم العامل عبد الله بن المبارك المشهور بالتقوى والورع والجهاد خرج يدافع عن ثغور الإسلام وهو على حدود بلاد الإسلام مع الروم، فبعث عتابا لسيدنا الفضيل ابن عياض المشهور بالتقوى والورع وكل أنواع الإيمان. لقد اعتكف عند الحرم الشريف للتقوى والزهد والصلاة والذكر وقراءة القرآن والتعليم لكتاب الله وسنة رسول الله، ولكن ذلك لن يعجب عبد الله المبارك. ألا قال: اكتفيت بالصلاة والزكاة والصوم والذكر؟ العز كل العز في الجهاد في سبيل الله. فبعث له أبيات يوبخه ويلومه فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. من كان يتعب خيله في باطلين إلعب، فخيولنا يوم الكريهة تتعب. باسل شو لعنة الله عليه الدل شو رقبه قاتل الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، ومن طريف ما يذكر أن سيف الدولة الحمداني رحمه الله كان عندما يقول يعود من أي معركة ينفض ثيابه على البلاط ويجمع غبار تلك المعركة، وفي آخر حياته جمعوا له الغبار وجبلوها وأصبحت تلية، قال لهم: ضعوها تحت رأسي في قبري حتى تشهد لي عند الله بما أمضيت حياتي في الجهاد في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم يا سميع يا مجيب يا حاضرا ليس يغيب يا غالبا غير مغلوب، انصر دينك وأولياءك المجاهدين في سبيلك، واخذل الكفر الفجر عن قريب بجاه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي لله وهي لله، هي لله وهي لله، هي لله وهي لله، هي لله وهي لله، ما بنركع إلا لله، ما بنركع إلا لله، هي لله وهي لله، هي لله وهي لله، ما بنركع إلا لله، ما بنركع إلا لله. والله محيي الآرية، الله محيي الآرية، حي رجال النشبية، حي رجال النشبية، والله محيي هالزوار، الله محيي هالزوار.
ماذا بربك تنتظر؟ قبرا ملوكيا جنازة قائد وولي عهد فوق عرشك قد حباه الله من نفس الغباء. كن واقعيا، كنت محظوظا وشاء الحظ أن تبقى، وها قد شاء أن تمضي، فحاول أن تغادرنا ببعض الكبرياء. لا تنتظر حتى تغادر في ظلام الليل من نفق إلى منفن يحاصرك الشقاء. حرموك طائرة الرئاسة، لا مطار يريد مثلك، لا بساط أحمر عند الهبوط ولا احتفاء. قد صرت عبئا فاستبق ما سوف يجري قبل أن تبكي وحيدا كالنساء. في خاطري يعلو نداء، من عاش فوق العرش بالتزوير يرحل بالحذاء. من عاش فوق العرش بالتزوير يرحل بالحذاء. من عاش فوق العرش بالتزوير يرحل بالحذاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلمة المجلس العسكري الثوري في قارة يلقيها الأخ المجاهد أبو فراس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والفرج لأسرانا. أيها الضيوف الأكارم، نرحب بكم في هذا الحفل بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من أبطال مدينتنا، دفعة الشهيد حسام المطيري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ليكونوا عونا لزملائهم في محاربة النظام الأسدي الفاسد والقضاء عليه بإذن الله تعالى. أما بعد، أيها الأخوة المقاتلون، أحييكم تحية الأبطال الثائرين على الظلم والاستبداد. إننا نفتخر بهذه الوجوه الطيبة الصادقة التي نعول عليها أن تكون النواة التي تواجه كافة أشكال الفساد والظلم والقهر. لسنا إرهابيين ولن نكون إرهابيين، بل نتصدى للإرهاب وندفع عن أنفسنا وشعبنا الإرهاب. نحن لسنا طلاب حياة، نحن طلاب شهادة، وعلى درب الحرية والكرامة والعزة والإباء، ولا بد أن تشرق شمس الحرية والعدل والمساواة. إن معركتنا معركة عزة وكرامة وحرية، الحرية المنضبطة بضوابط الشريعة والأخلاق الحميدة والأعراف السائدة التي لا تتعدى حرية الآخرين، التزاما بمبدأ تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخرين. أما بالنسبة لبلدتنا فكونها حدودية وتعاني من مشكلة التهريب والتي تسبب ضرراً واضحاً للمجتمع في معظم المواد المهربة، كون أهلنا في باقي المناطق بحاجة ماسة لهذه المواد، وإن المجلس ولم يتجاوز الفتاوى الشرعية، ولكنه بنفس الوقت لن ينجر إلى الفتنة وينشغل عن المهمة الأساسية والمعركة الأساسية ضد النظام، وذلك كون ضبط الحدود يحتاج إلى مقومات كثيرة، أهمها الدعم المادي الكبير وجهود الخيرين الصادقين. ولا بد من أن يسأل كل إنسان عن عمله
شرا كان او خيرا، ويثاب الخير ويعاقب المسيء في الوقت المناسب. الا يكفي العرب والمسلمين واحرار العالم ما شاهدوه من قتل وتدمير وجرائم ليتحرك ضميرهم لايقاف هذه الفظائع التي يندى لها جبين الانسانيه. وفي الختام لا يفوتنا ان نشكر ونثني على كل من ساهم وشارك في اتمام هذه الدوره وانجاحها، ونخص بالشكر كل من قدموا الدعم المادي والمعنوي والعسكري والضباط المدربين. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وعلى بركة الله. تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قائدنا من أبد سيدنا محمد، قائدنا من أبد سيدنا محمد، قائدنا من أبد سيدنا محمد. حياكم الله جميعا أيها الأحبة. أنا أعلم أن ضباط الدورة لن يتكلموا عن جهودهم في الدورة خلال 15 يوما، أعلم ذلك لأنهم احتسبوا أجرهم عند الله، وأعلم أن المتدربين لن يتكلموا عن أنفسهم ماذا حصل لهم من خشونة وغير ذلك لأنهم احتسبوا ذلك عند الله. فأنا انتظرت هذا الانتظار لأسمع حتى يتكلموا شي شغل عنهم ما تكلموا. فأنا بالنيابة عنكم جميعا أقول لكم شيئا الحقيقة هزني من الداخل. كنت آتي فأراهم في درس إذا حضر وقت الأذان لا يستأذنون أحدا، هذه أول واحدة. الثانية، دخلت أول غرفة فوجدت عندهم 3 دروس يومية، 3 دروس يومية، فقه وتفسير ولعلها بذكر لكم الكتاب الآخر، أذكار، نعم، 3 دروس. الغرفة الثانية 2 درس، الغرفة الثالثة يتمنون على الجميع. يا أخي ما في شيء واحد من أهل العلم بيننا، سبحان الله. اللهم إنا نسألك بهذا التغيير الذي حصل أن تغير هؤلاء الظالمين وتبدل هذا الحال بأحسن حال يا رب العالمين. وبعد أيها الأحبة، سلام أنقله لكم من الشيخ الوالد للمتدربين بالأخص ولكم جميعا. الحقيقة الشيخ كان مدعو من مع المشايخ الأكارم لكن لم يستطع أن يأتي. من البداية قال كلمة بلغتها لكم: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. والحمد لله رب العالمين. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد قرر اخر قرار. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد قرر اخر قرار. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد قرر اخر قرار. لو شنوا علينا غارة وقصفونا بالطيارة، لو شنوا علينا غارة وقصفونا بالطيارة، بدنا ندافع عن قارة والله لو شو ما صار. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد قرر اخر قرار. لو ضربوا بالرصاص وجابوا 100 قناص، لو ضربوا بالرصاص جابوا 100 قناص، رح ناخد بالقصاص من كل واحد غدار. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد قرر اخر قرار. لو ضربوا بالروسية ورشونا 100 100، لو ضربوا بالروسية ورشونا 100 100، بهمتنا العالية بدنا نكفي المشوار. ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار، نصرا او استشهاد
ندفع عن ديننا بدنا ندفع لو ضربونا بالمدفع عن ديننا بدنا ندفع ايه وغير لله ما رح نركع بعون الله الجبار ارفع ايدك يلا عارض يا ابن الاحرار نصر او استشهاد قرر الصاريخ وجابوا بيتشبيح لو رجبوا بالصاريخ وجابوا بيتشبيح عندنا ما منزيح لو حرقونا بالنار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار نصرة واستشهاد قرر اخر قرار ارفع ايدك يلا عاهد يا ابن الاحرار نصرا او استشهاد قرر اخر قرار تكبير الله